اهلا بيكم. هنتكلم النهارده على السكيليتال ماسل كونتراكشن اند ريلاكسيشن. طبعا هناخد فكره عن الاناتومي، لكن احنا موضوعنا الاساسي هو الميكانيزم اوف كونتراكشن اند ريلاكسيشن اوف سكيليتال ماسلز. الميكانيزم ده ممكن اسميه اسم تاني مشهور جدا برضه، هو الاكسايتيشن كونتراكشن كابلنج. كمان عندنا نوعين من السكيليتال ماسل كونتراكشنز هنعمل مقارنه بينهم، الايزومتريك اند ايزوتونيك ماسل كونتراكشنز، وهناخد يعني اوفر فيو سريعه عن السموث ماسلز، لانه احنا في الحقيقه موضوعنا الاساسي هو السكيليتال ماسلز. التايبس اوف ماسلز في جسمنا ثلاث انواع: سكيليتال وهي الماسلز اللي بتحرك البون، سموث ماسلز وهي اللي موجوده في الانفولانتري اورجانز زي الجهاز الهضمي مثلا، والكاردياك ماسل اللي هي عضله القلب. بالنسبه للسكيليتال ماسلز طبعا هي اندر فولانتري كنترول، يعني بنتحكم فيها بارادتنا، وبالتالي هي سبلاي بسوماتيك نيرفز. هنعرف انه الاورجانز اللي هي فولانتري كنترول دي بتبقى سبلاي بسوماتيك نيرفز، واللي هي انفولانتري كنترول اللي هي اللا اراديه بتبقى سبلاي بما يسمى الاوتونوميك نيرفز اللي هندرسها بعد كده في برانش اسمه الاوتونوميك نيرفس سيستم. طبعا ليها وظائف كتيرة للسكيليتال ماسلز، انما يعني ان جنرال احنا عارفين انها بتحرك الجسم، موف ذا بودي. وبس عايزه اوضح كمان ان احنا لما بنقف او بناخد وضع ستيبل في ماسلز بتبقى عامله كونتراكشن عشان نحتفظ بهذا الوضع، فهي كمان من وظائفها انها مينتين البوستشر اند ستابيلتي. السكيليتال ماسل زي ما انت شايف عباره عن حزم من الخلايا العضليه اللي بسميها ماسل فايبرز، وهي واخده شكل اسطواني يعني الونجيت كده طويله واسطوانيه الشكل، وبتحتوي على خيوط من البروتينز اسمها مايوفايبرينز، دي اللي بيحصل فيها الكونتراكشن والريلاكسيشن، وبتتقسم بالعرض زي ما انت شايف لوحدات متكرره اسمها الساركومير. الساركومير دي بسميها الفانكشنال يونت اوف سكيليتال ماسل او الوحده الوظيفيه، يعني انا لما اجي اشرح لك الكونتراكشن والريلاكسيشن هشرحه لك على الساركومير، وانت تعرف انه بيتكرر في العضله كلها لان العضله كلها عباره عن وحدات متكرره من الساركومير دي. طب الساركومير تركيبها ايه؟ زي ما انت شايف كده دي الوحده الوظيفيه للعضله، وبتتكون من خيوط بروتينيه سميكه في المنتصف او thick filaments، وعلى الجانبين في خيوط رفيعه بسميها thin filaments. يبقى انا عندي thick filaments و thin filaments. يعني ايه filaments؟ خيوط بروتينيه اللي انا سميتها مايو فايبرينز في السلايد اللي قبل كده. طب ليه رسمين الساركومير مرتين؟ ايه تاني الساركومير؟ دي الفانكشنال يونت اوف سكيليتال ماسل، الوحده الوظيفيه اللي انا بدرس عليها الكونتراكشن والريلاكسيشن. بتلاحظ انها طويله في الرسمه اللي فوق لان الماسل ريلاكسد، في الرسمه اللي تحت الفيلامنتس اتزحلقت او حصلها سلايدنج على بعض دخلت في بعض، وده اللي بيحصل اثناء الماسل كونتراكشن. هل مطلوب منك انك تدرس التركيب زي ما قلت لك عليه؟ لا، لكن انا لازم اقوله لك علشان لما اقول لك ازاي بيحصل الكونتراكشن والريلاكسيشن تبقى عارف شكل العضله ايه، شكل الخليه العضليه ايه، انها اسطوانيه ومالتي نيوكليتد، وإن جواها خيوط بروتينية بسميها مايوفايبرينز، وإنها متكررة في وحدات وظيفية اسمها الساركوميرز، وإن الساركوميرز دي هي اللي بدرس عليها الكونتراكشن والريلاكسيشن. ولما آخد ساركومير واحدة أو جزء واحد أدرس عليه هلاقيها بتتكون من نوعين من الخيوط البروتينية، النوع السميك اللي في المنتصف اللي هو الثيك فيلامنت، والنوع الرفيع اللي على جوانب الساركومير اللي هو اسمه الثين فيلمنت. طب انا دلوقتي محتاجة اعرف تركيب الثيك فيلمنت والثين فيلمنت برضو للفهم، لكن انا هقولك الجزء اللي المفروض انت تحفظه لما يجي وقته. الثيك فيلمنت زي ما انت شايف بسميه المايوسين، هو بيبقى حزمه كده زي الجزء الاسفل من الرسمه، لكن تركيبه اللي هو الجزء اللي فوق بيبقى له تيل او ديل طويل
ولو تو هيدز، يعني كل جزء من الميوسين له ديل طويل وتو هيدز. الهيدز دي عليها مكان بيمسك فيه السينفيلمنت اللي هو اسمه الاكتين، ومكان بيمسك فيه الاي تي بي. ففي اكتين بايندنج سايت ده اثناء الكونتراكشن بيتزحلق عليه السينفيلمنت، وفي مكان بيمسك فيه الاي تي بي لاني انا بحتاج انرجي. السينفيلمنت عباره عن ثلاث حاجات: بروتين اسمه الاكتين اللي هو الكور الصفراء دي بترمز اليه، وفي البروتين اللي باللون البني والازرق اسمهم تروبوميوسين وتروبونين، والاثنين مع بعض وظيفتهم انهم بيغطوا الاكتين فيمنعوا انه يشتبك او يمسك مع الميوسين، فبيخلوا المصل في حاله ريلاكسيشن. خد بالك انت محتاج عشان العضله تعمل كونتراكشن انه يحصل بايندنج او التحام بين الاكتين والميوسين، ويبتدوا يتزحلقوا او يدخلوا في بعض فيحصل المصل كونتراكشن. فاثناء الريلاكسيشن بلاقي التروبونين والتروبوميوسين مغطيين البايندنج سايت بتاعه الاكتين، فبيخلوا المصل في حاله ريلاكسيشن. باقي اجزاء في الاستراكشرز محتاجه اقول لك عليها. زي ما انت شايف في حاجه اسمها التيتشوبيولز. ايوه التيتشوبيولز دي اختصار لترانزفيرس تيوبول، ودي اللي بيدخل فيها الاكشن بوتنشال الى داخل المصل. يعني خد بالك انت عندك فوق النرب اهو، والاكشن بوتنشال اهو هينتقل لسطح المصل اللي هو بالاسهم السوداء، ثم يدخل الى داخل المصل عن طريق الترانزفيرس تيوبولز. واول ما بيدخل بيتسبب في ان الكالسيوم يطلع بكثره من داخل مخزن اسمه ساركوبلازميك ريتيكولم. يبقى احنا دلوقتي عرفنا مكونين التيتشوبيول، وظيفتها تنقل الاكشن بوتنشال الى داخل السكيليتال ماسل، والساركوبلازميك ريتيكولم دي قنوات بتخزن الكالسيوم اللي بتطلعه او بتفرزه لما بيوصل لها اكشن بوتنشال. كل اللي قلناه يبدو انه مش مترابط، هنربطه حالا لما نتكلم على المسل كونتراكشن اند ريلاكسيشن. انا بس هراجع معاك اللي قلناه في الاستراكشر، لاني انا مش عايزاك تذاكره او تحفظه، عايزين نفهمه عشان يوصلنا الى الجزء اللي يهمنا كفيسيولوجي اللي هو الميكانيزم اوف ماسل كونتراكشن اند ريلاكسيشن، وده اللي هنذاكره وهنحفظه لانه موضع اسئله بالنسبه لنا. فافتكر معايا ان الخليه العصبيه لما ادخل تحت الميكروسكوب هلاقيها بتحتوي على خيوط بروتينيه، عرفنا اساميهم بقى، هما الثيك اللي هو الميوسين والسن اللي هو اكتين، والاكتين بيغطيه ديورنج ريست نوعين من البروتين عشان يمنعوا الالتحام بينه وبين الميوسين اللي هما التروبونين والتروبوميوسين. واني محتاجه عشان يحصل ماسل كونتراكشن انقل الاكشن بوتنشال من النيرف للماسل، واحنا عرفنا ده في النيوروماسكولار جانكشن، انما علشان يدخل جوه الماسل بيدخل من الترانزفيرس تيوبولز، ولما بيدخل بيتسبب في الريليز اوف كالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولم. زي ما انت شايف الساركوبلازميك ريتيكولم ان ويتش الكالسيوم از ستورد، ودي مهمه طبعا في المسل كونتراكشن. الترانزفيرس تيوبولز ثرو ويتش من خلالها النيرف امبلس ترافل، يعني الاشاره العصبيه بتنتقل من السيرفيس اوف مسل الى المايوفايبرلز انسايد المسل سيل. برضه الانيميشن هنا بوريك تاني ازاي بيحصل سلايدنج او انزلاق للاكتين اوفر الميوسين، فيحصل شورتنينج للساركومير وبالتالي شورتنينج للمصل كلها، تقصر يعني المصل اثناء الكونتراكشن بتقصر فبتشد البون فبتحركه. ده المنظر اللي بيحصل اثناء الكونتراكشن اللي بيحصل كالاتي، هشرح لك على الفيجر، ثم برضو هنعمل زي ما عملنا في النيوروماسكولار جانكشن، هنقراه ستيب باي ستيب، ثم حضرتك تتفرج على الفيديو اللي بيوريك كل الخطوات عشان يسهل عليك انك تتخيل الوضع ازاي. اللي بيحصل كالاتي: لما بيوصل الاكشن بوتنشال الى المصل بيطلع الكالسيوم زي ما قلت لك من المخزن بتاعه اللي هو الساركوبلازميك ريتيكولا. الكالسيوم ده بيعمل حاجه مهمه جدا، بيمسك في التروبونين فبيحركه،
والتروبونين بياخد معاه التروبوميوسين فيتحركوا بعيد. لما يتحركوا بعيد الأكتين يبقى جاهز إنه يشبك في الميوسين، فتبتدي زي ما أنت شايف في الفيجر اللي قدامنا إنه الهيدز بتاعت الميوسين شبكت مع البايندنج سايتس اللي موجودة على الأكتين، ويبتدي يحصل سلايدنج أو انزلاق للأكتين أوفر الميوسين، والعملية دي بتستهلك ATP. المنظر اللي احنا شايفينه البايندنج بين الأكتين والميوسين هيدز بيسميه العلماء كروس بريدجز. يعني ما اقولك ايه الكروس بريدجز دي، دي معناها ان الهيدز بتاعت الميوسين اخدت وضع عمودي كده بيربنديكولار ومسكت في البايندنج سايتس بتاعت الاكتين استعدادا لانه يحصل سلايدنج ويحصل المسل كونتراكشن. من اول هنا اللي مطلوب منك تحفظه او تذاكره أو تعرف إزاي تكتبه اللي هو الـ contraction and relaxation of skeletal muscles. فكل اللي فات أنا بحاول أمهد لك إن إحنا نوصل لهذا السؤال، إزاي أوصف الـ contraction and relaxation of skeletal muscle واللي بنسميه excitation contraction coupling. excitation هنا إشارة للـ action potential للـ nerve stimulus، والـ contraction طبعًا إشارة للـ mechanical contraction of skeletal muscle. أول خطوة زي ما اتفقنا بعد ما اتنقل الأكشن بوتنشيال إلى الماسل سيرفيس بيحصل سبريد للديبولاريزيشن، يعني يقصد الأكشن بوتنشيال along الترانزفيرس تيوبيولز، فيتسبب ده زي ما اتفقنا في الريليز أوف كالسيوم منين؟ من الساركوبلازميك ريتيكولا، ثم الكالسيوم يبتدي تو بايند او يرتبط بالتروبونين سي اللي هو البروتين اللي كان مغطي الاكتين، فيبتدي التروبونين تروبوميوسين كومبلكس موفز، يعني يتحرك بعيد عن الاكتين، فيحصل اكسبوزنج للميوسين بايندنج سايتس اون اكتين، يعني يبتدي الاكتين البايندنج سايتس بتاعته تنكشف وتبقى متاحه للميوسين. فيحصل بايندنج بين الميوسين هيد والاكتين فيلامنت اللي سميناها كروس بريدجز، ثم ينزلقوا على بعض، يحصل سلايدنج للسن اللي هو الاكتين يعني اون ثيك اللي هو الميوسين فيلامنت اللي بسميها بيندنج لانه الهيد بيحصل لها كده بتمتني ويتزحلق فوقها الاكتين، وكل سلايدنج بيحصل معاه تكسير لجزيء ATP الى ADP اند فوسفيت جروب، ويجي جزيء جديد وهكذا إلى أن تتم عملية الكونتراكشن. فآخر حاجة إن نيو مولكيول أوف ATP يبقى أتاتشد للميوسين هيد والسايكل إز ريبيتد لحد ما يحصل كونتراكشن أو كومبليت كونتراكشن للسكيليتال مصر. الريلاكسيشن عبارة عن إن اللي بدأ العملية هو الكالسيوم، هو اللي بدأ ودخل وبعد التروبونين عن الأكتين وخلى الأكتين يحصل بينه وبين الميوسين سلايدنج. فلو أنا عايز أعمل ريلاكسيشن ببساطة الكالسيوم هيبقى بامبت باك للمخازن بتاعته اللي هي ساركوبلازما كريتيكولم، ويبتدي التروبونين والتروبوميوسين يرجعوا تاني أو باك تاني للبوزيشن بتاعهم بلوكينج أو كفرينج البايندنج سايت أون أكتين، وبكده الماسل بتبقى ريلاكس. الفيجر ده برضو بيلخص خطوات السكيلتال ماسل كونتراكشن، تقدر تراجع عليها وتشوف اذا كنت فاهم. يعني عندك من اول النيورو ماسكولار ترانسميشن وازاي الاكشن بوتنشال بيدخل في التيتشوبيولز، وازاي الكالسيوم بيبقى ريليز وبيبقى بايندد للتروبونين سي، وازاي بعد كده بيتحرك التروبونين تروبوميوسين كومبلكس وبيحصل سلايدنج بتوين الاكتين والميوسين فيحصل شورتنينج للمسل او اللي احنا طبعا بنسميه مسل كونتراكشن. عايزين نعرف دلوقتي انواع السكيليتال مسل كونتراكشن. الفيجر اللي تحت اللي هو نمبر بي هنلاحظ ان في الكونتراكشن اللي احنا درسناه، يعني السكيليتال مسل حصل فيها شورتنينج فحركت الجوينت اللي هو الالبو جوينت، وبالتالي قدر الانسان ده انه يحرك الاوبجكت اللي ماسكه في ايده، حصلت حركة، حصل movement. طيب ايه الفرق بينه وبين الفيجر اللي فوق اللي هو number A اللي هو no movement؟
هل مفيش muscle contraction حاصل؟ لا، في some sort of partial muscle contraction أو في power تولدت في المسل اسمها tension، في muscle tension، ودي حالة من السيمي contraction اللي بتساعدنا إن إحنا مثلا نمسك حاجة في إيدين. يعني أصل لو مفيش contraction خالص معناها إن حاجة تقع من إيدين، لكن دايما في some sort of partial contraction في المسلز اللي بتساعدنا نمسك الحاجات. كمان في نوع تاني من الكونتراكشن بيحصل وزاوت موفمنت، اللي هو لما احاول احرك جسم اتقل من قدراتي، جسم انا مش قادر ارفعه، فبيحصل برضو المسل تنشن ده او حاله البارشال كونتراكشن، اللي هو في باور في المسل ولكن مش لدرجه او مش بالقوه انها قادره تسحب هذا الجسم او تحركه. يبقى اذا انا عندي نوعين من الكونتراكشن، نوع بينجح انه يعمل muscle shortening ويحرك المفصل وبالتالي يرفع الجسم او يحرك الجسم اللي انا عايز احركه، وده لازم بيكون فيه movement، ونوع انا بحاول اني ارفع الجسم لكن هو اتقل من قدراتي، لكن في some sort of contraction في المسل، في power في المسل، وفي شد لو لاحظت على المسل tendon اللي هو بيربط العضلة بالبون، لكن رغم هذا الشد وهذه الباور انا مش ناجحه اني اعمل المسل كونتراكشن، لانه هذا الجسم اثقل من انه اقدر ارفعه. وعشان كده بيبقى في خطوره انه حد في رياضه ما يكونش بيتدرب كويس ويحاول يرفع وزن اكتر من قدراته، لانه اللي هيحصل انه هيحصل شد جامد جدا على التندون او الوتر ده، فممكن هو يتقطع وممكن يحصل تمزق في العضله وهكذا. طيب نعمل بقى مقارنة بين النوعين اللي شفناهم، أسمائهم إيه؟ في نوع بسميه isotonic contraction ونوع isometric contraction. الأسماء دي جت منين؟ أنا عشان أوصف أي muscle contraction بعلق على حاجتين، طول المuscle fibers، يعني المuscle دي عملت shortening، عملت حركة على المفصل اللي هي شغالة عليه، نجحت إنها ترفع الجسم المطلوب ولا لا، يبقى بوصف الطول، ثم بوصف درجة الشد، هل التنشن زاد قوي في المصل؟ زي مثلا ما أنا بحاول أرفع جسم تقيل ففي شد جامد على التندون بتاع المصل اللي بيربطها بالبون، ووارد إنه يحصل تير أو يحصل قطع أو واتيفر، يبقى أنا بعلق على التنشن الشد وعلى اللينس بتاع المصل فايبرز. فلما أقول إن الكونتراكشن ده أيزوتونيك، كلمة أيزو هنا يعني ثابت لم يتغير، وتونيك تشير إلى التنشن. يبقى إذا هنا أنا بتكلم على الكونتراكشن اللي ما حصلش فيه زيادة في التنشن. أمال مين اللي اتغير؟ اللينس، حصل شورتنينج في المصل، يبقى أنهي واحد فيهم يا ترى؟ إيه ولا بي؟ بي؟ بي طول المصل اتغير، حصل كونتراكشن فحصل شورتنينج فنجحت إنها تحرك الجسم، ولكن ما حصلش شد على التندون بتاعها ولا أي حاجة، فبالتالي بسمي هذا النوع من الكونتراكشن أيزوتونيك. معناه تاني إن التنشن ثابت ولكن الطول هو اللي اتغير، حصل muscle contraction يعني muscle shortening. تمام، يبقى the muscle shortens but the tension remains the same. طب isometric معناها ايه؟ مين اللي ثابت هنا؟ المتر يعني الطول، يبقى isometric يعني هنا الطول ثابت ولكن مين الشد قوي؟ لو بصيت لفيجر ايه هتلاقي التندون مشدود على الاخر، يعني التنشن زاد، فيبقى هنا isometric يعني muscle length the same ولكن التنشن increases. مين فيهم اللي نجح في المهمة؟ الايزوتونيك. يبقى هذا النوع من الكونتراكشن دايما بيحصل في بادي موفمنت، ولو انا عايزة ارفع جسم معين بعمل ليفت للوزن اللي انا عايزاه، وغالبا بيكون مودريت في حدود قدراتي يعني. طيب بالنسبة للايزومتريك كونتراكشن غالبا فيسيولوجي، يعني فيسيولوجيكالي انا ممكن استخدمه في العضلات او بيحصل جوه جسمي، زي ما قلت لك في العضلات اللي بتساعدني اني اقف مثلا، يعني في عضلات بتبقى عاملة كونتراكشن عشان تساعد البني ادم انه ياخد الوضع بتاعه قائما، ما يترنحش ما يقعش، وبرده العضلات اللي بتساعدني اني امسك حاجه في ايدي لفتره، ولكن هي بواجهها برده في مواقف بتبقى خطيره، زي اني احاول ارفع اجسام فوق قدراتي، عالي وزنها عالي جدا وثقيله جدا، فطبعا ما بنجحش في اني اعمل المهمه، ففي النهايه بقول مفيش موفمنت في هذا النوع من الكونتراكشن. يعني هي لإما بتحصل عشان تساعدني على الثبات في وضع معين، لإما بتحصل لي وأنا بحاول أرفع جسم أثقل من قدراتي، ففي كل الأحوال مفيش movement، مفيش work done. يبقى لما أجي أقارن أو أطلب منك مقارنة أو يجي في الام سي كيو يقول لك إيه الأيزوتونيك وإيه الأيزومتريك، من الاسم أيزوتونيك على طول هتترجم في ذهنك إنه التنشن ثابت لكن اللي اتغير اللينس
تغير اللمس معناه ان حصل muscle contraction، يعني في work done، يعني نجحت اني اتحرك او نجحت اني ارفع الجسم المطلوب، واللي في الغالب يكون وزنه مدرك معقول. ايزومتريك معناها انه الطول ما اتغيرش، طالما الطول ما اتغيرش يعني مفيش موفمنت حصل، المسل ما اسرتش فما حركتش الجوينت المفصل فما شالتش حاجه. هل دي دايما حاجه يعني بتحصل بس لما اجي ارفع مثلا جسم اتقل وافشل في اني اتقل من قدراتي وافشل في اني اشيله؟ لا، هي كمان بنستخدمها فيسيولوجيكالي، لو انا عايزه احافظ على وضعيه معينه، احافظ على جسم واقف، احافظ على حاجه ماسكاها في ايدي لفتره. لكن برضه زي ما قلت لكم بيحصل لما بحاول اني انا ازق او ارفع جسم وزنه ثقيل جدا، وهنا بيبقى فيه خطوره ان ممكن يحصل اصابه في هذه العضله. المقارنه بسيطه بس هي البوينتس دي اللي مطلوبه، وممكن انها تيجي ككومباريزون او ممكن انها تيجي في الام سي كيو. بالنسبه للسموز ماسلز، كلمه سموز جايه من انه مظهرها تحت الميكروسكوب الابيرنس بتاعها مختلف عن سكيليتال ماسل، فهي مش سترييتد، ما فيهاش الاسترييشنز او الخطوط اللي بتظهر نتيجه الاستراكشر بتاع السكيليتال ماسل، الفيلمنتس بتاعها ليها ترتيب معين فبتظهر سترييتد، ده مش موجود في السمول ماسل، ليها استراكشر مختلف. كمان هي مش مالتي نيوكليتد، لكن السيلز بتاعتها فيها نيوكليس واحده، وده طبعا هتدرسه بالتفصيل في الهيستولوجي. هي involuntary muscles، أغلبها involuntary، وبالتالي زي ما اتفقنا العضلات اللا إرادية أو الأورجانز عموما اللا إرادية supplied بالأوتونوميك نيرفز. احنا كنا قلنا في السكيليتال ماسل إنها voluntarily controlled وسبلايد بالسوماتيك نيرفز. الأماكن اللي موجودة فيها السموث ماسلز عندنا زي الأمعاء والمعدة والمريء والأوعية الدموية، يعني نقدر نقول كمان موجودة في البيوبل في إنسان العين في الريكتورز أوف هير، فإذا أماكن تواجدها في كل الحاجات غالبا هي involuntarily controlled. وعندنا برضو من مميزاتها المهمة قوي إن الكونتراكشن بتاعها أبطأ كتير أو أبطأ يعني إلى حد ما من السكيليتال ماسل، ولكن ده بيخدم وظيفتها، فهي مثالية لمثلا السفنكترز. السفنكترز دي اللي هي بنسميها زي البوابات، يعني مثلا موجودة بين المعدة والأمعاء مثلا تسمح بمرور الأكل بينهم، أو بين الأمعاء الدقيقة والغليظة، أو موجودة عند اليوريثرا مجرى البول، أو موجودة في آخر جزء في الجهاز الهضمي الريكتوم عشان تسمح بخروج اليورين والستول أو تمنع خروجهم حسب الظروف الملائمة. فبالتالي مهم جدا إنها تكون كفء وقادرة على العمل طول عمر الكائن الحي. كمان بيميز السموث ماسل انها بتتاثر قوي بالبيئه المحيطه بها، يعني بتتاثر بالستريتش، بتتاثر بالتغير في البي اتش، بتتاثر بالتغير في مستويات الاكسجين والكربون دايوكسيد، فهي سنسيتيف قوي للتغير في البيئه المحيطه بها داخل جسم الانسان. ده نفس الكلام اللي قلناه، هي نون استرييتد وليها سنجل نيوكليس ولهذا سميتها سموث. هي انفولنتلي كنترولد، أماكن تواجدها الهيرز، البيوبل، الجلانس، الإسوفيجاس، البرونكاي، الانتستين، الاستومك أند بلاد فيسل. بيميز الكونتراكشن بتاعها إنه سلولي، وده بيخليها ما يحصل لهاش فتيج زي ما قلنا بسرعة زي السكيليتال ماسل، وبترسبوند لللوكال تشينجز زي الستريتش، زي البي اتش، زي الأكسجين والكربون دايوكسيد. اهم شيء في محاضره النهارده تركزوا عليه طبعا الميكانيزم اوف سكيليتال ماسل كونتراكشنز اند ريلاكسيشنز والتايبس اوف سكيليتال ماسل كونتراكشنز. شكرا.